السلام عليكم. زار البارحة وفد نتاع الكاف إذن زار ملعب قسنطينة وتفقد الملحقات نتاع الملعب، يعني ملاعب زوج ملاعب نتاع التدريبات، وعبر عن رضاه التام لمستوى التحضيرات نتاع الملعب نتاع قسنطينة، وكذلك كما قلنا هذه الملاعب الملحقة. وال يعني الملاحظه هو انه هذا الوفود هذه تاع الكاف بزاف عجبتها الجزائر بزاف، يجب لي ربي انه كثروا من هذه الزيارات، راهم يصرفوا في دراهم تاع الكاف، عجبهم الحال هنا في الجزائر، راهم رايحين جايين. ربي يجيب الخير ان شاء الله، والسلام عليكم.